أمي أنت ما بتعرفيها بنوم، هي بتجنن أكبر عائل وما بيطلع بإيدها أنها تعمل أي شيء صح. مدري كمان شو لسه بدها تصير معنا قصص ما كانت تصير من قبل. هي ما بتستاهل تصير من عائلتنا. شفت الحال ما نشي حلو. الحدود تبعك بهي الغرفة من هذا الباب ولبرا. أنا ما رح أتركك بهالبيت لحالك يا قدان. هذا البيت بيكون بيت زوجي أكشات وعندي كتير مسؤوليات فيه. هدول الناس لسه ما بيعرفوا إنتي، بس بالآخر ما بيصح إلا الصحيح. أسميتها قدان من السبت إلى الخميس 7:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.